حفظكم الله تعالى. وهذا سائل يقول: هل صاحب الشرك الأصغر مثل صاحب الكبيرة بأنه تحت المشيئة، أم أنه لا بد أن يدخل النار؟ هذه مسألة خلافية، هل اللي عنده شرك أصغر لا يدخله العفو وأنه يعذب بقدر شركه لكنه لا يخلد في النار كما يخلد صاحب الشرك الأكبر، أو أنه قابل للمغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذا خلاف بين العلماء. نعم.